الاستقالة هي أولا من الجماعة مش من كل المسؤوليات، وباش نترك أولا المجال الأخ من الإخوة أو أخت اللي تاليني في اللائحة باش لها تكون عندها القرب من مجلس المدينة باش تكون هي الخير بديل لحميد صباط فيما يخص تدبير الشأن المحلي، وهذا جاء نظرا لارتباطات وطنية استعداد الاستحقاقات المقبلة على المستوى الوطني مسؤولية الأمانة العامة، هذا كله كان يفرض أنه تكون الاستقالة وترك المجال شاب أو شابة لتدبير المرحلة المقبلة إن شاء الله.